اهلا ومرحبا اخواني، معاكم اخوكم سامي من قناة سامية. اليوم راح اقول لكم معلومة يمكن الكثير يعرفها والكثير ما يعرفها. في صوت نزل في باقة العراقي رقم واحد، مش رقم اثنين، رقم واحد. اسم الصوت تقاسيم كورد لا، تقاسيم كورد لا. شوفوا انا نزلته، تروح على باقة العراقي، تروح على بيج رقم 4. شو اسمه؟ اسمه تقاسيم كورد لا. هذا الصوت فظيع، يعني كمان مسواه بطريقة وايد فظيعة. نسمعه معاكم. بس على مفتاح واحد تضغط عليه وهو يلعب بروح الكمان. طبعا هذا الصوت بنعزفه على ايقاع اسمه تقاسيم، كلكم تعرفونه، نزل في الاي 3000، ولكن اللي ما يعرفه هو موجود في باقة اسمها خليجي سولو. خليجي سولو موجود هذا الايقاع اسمه تقاسيم. الحين بنعزف اللي هو صوت تقاسيم كورد لا على تقاسيم. اول ما نسمع معاكم ايقاع التقاسيم لوحده، شغل الحين راح نشوف تقاسيم صوت الكورد لا مع إيقاع التقاسيم. يلا نمشي. شفتوا؟ بس مجرد انك تضغط على اي مفتاح واحد هو يلعب لمدة يمكن دقيقتين بالكمان. انت اللي عليك بس انك تغير الكوردات، ومثل ما قلت لكم اللي يحب ينزل الباقة وخلاص ويستفيد من هذا الصوت. وشكرا.